آخر جمعة من شهر رمضان أعلنها إمام الأمة رضوان الله عليه أنها يوما للقدس، وسمي بيوم القدس العالم. شوف ذكاء الإمام الخميني ونباهته، قبل ما يقارب 40 سنة قال يوم القدس، ما قال يوم فلسطين، مع أن القدس هي جزء من فلسطين. نبات وذكاء، وكأنما ينظر إلى هذا يومنا، يوم الامتحان الذي وقعنا فيه. امتحان أنت ربما تقول أنا شعلي بالضفة الغربية، أنا شعلي بغزة، أنا إيه. لكن عندما توصل القضية إلى قدس، لا علي، هذا جزء من تراثك، جزء من تاريخك، جزء من شخصيتك، جزء مقدس من قيمك ومبادئك. لا يمكن أن نتنازل عن القدس أصلا، تبقى القدس لنا. القدس عاصمة فلسطين صحيح، لكن هي من عواصم الإسلام أيضا، يعني لها مكانة خاصة في تراثنا، في عقيدتنا، في مبادئنا، في قيمنا. لا يمكننا في يوم القدس إلا أن نطالب بتحرير البلاد من المستعمرين الصهاينة والسعود وكل الحكام الذين يريدون ظلما للعباد.